يستطيع إيجادي. يوم يوم هيا يوم يوم هيا، لن تستطيع إمساك. تعالي إلى هنا، توقفي، لا تسبحي بسرعة، أمسك بك. تعالي، أنا قلت سأمسك بك، لا تسبحي بسرعة. عليك أن تسبح أسرع، أنا لا أعرف أنت سلحفاة أم دولفين. هل أنا حرية بحر؟ لا أحد يستطيع السباحة بسرعة مثلك. هيا دعينا نتسابق. لما أهتم مع أنني أعلم أني سوف أخسر؟ ما أسخفني. لا تقل ذلك يا يوم يوم، ربما ستفوز يوما ما. لا بأس، دعنا نتسابق في وقت آخر. هل تستطيع أن تجلب لي لؤلؤا أكثر؟ أود عمل قلائد وأساور لأخواتي. بينما كانت تنتظر يوم يوم على سريرها المحار، دخل جدتها. جدتي، هل أستطيع لك شيئا؟ هل البشر يشبهوننا؟ لا، ليسوا كذلك يا حفيدتي العزيزة. البشر لديهم أرجل ويستخدمونها للمشي على الأرض، لم يكونوا يعرفون كيفية السباحة، عندها يغرقون في البحر.